انضم الينا عبر سكايب من فيينا الدكتور محمد احمد الخبير في اسواق النفط. دكتور محمد مرحبا بك. يعني ما زالت اسعار الديزل عند اعلى مستوياتها في اوروبا منذ بدء الازمه الروسيه الاوكرانيه، الان تقريبا برميل الديزل في اوروبا يساوي حوالي 195 دولار، وهذا رقم كبير لم يستوعبه حتى الآن ربما السوق الأوروبي، فبالتالي هناك أزمة تتصاعد وهناك مشتري جاهز للبيع. كيف ترى عمق أزمة الديزل والمحروقات في داخل الأسواق الأوروبية الآن؟ شكرا لك يا أخي الكريم، أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. طبعا عادة بعد يعني أي أزمة اقتصادية خصوصا بعد الخروج من أزمة كورونا كان يتحتم يعني في التعافي الاقتصادي، دائما يقال أن الديزل هو المؤشر في المنتجات النفطية على عودة الحياة إلى طبيعتها، لأنه هو يستعمل عادة في الإنشاءات وفي التدفئة وغيرها. تزامن طبعا الخروج مع الخروج من أزمة كورونا تزامن مع الحرب الأوكرانية الروسية اللي أدت في الواقع إلى نقص المعروض من النفط الروسي في أوروبا، وطبعا كانت روسيا هي المصدر الأكبر لتزويد أوروبا من النفط الروسي، اللي هو النفط الروسي طبعا العالي، يعني الكونتنت بتاع أو المحتويات بتاع عالية من الديزل يعني المنتجات الوسيطة، فلذلك حصل يعني نقص في المعروض في أوروبا من الديزل، بالإضافة طبعا لنقص المعروض من الغاز، يعني لأن الديزل حتى يستعمل حتى في توليد الكهرباء إذا كان الغاز يعني مش موجود، فتصادف الاثنين مع بعضهم، نقص في الغاز ونقص في النفط الخام اللي هو ينتج من روسيا على الديزل، فأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار في أوروبا. وزي ما احنا نشوف اذا كان يعني الاوضاع الاقتصاديه حتتحسن في اوروبا هذا حيؤدي الى زياده في الطلب على الديزل وحترتفع الاسعار يعني او حتبقى يعني عند المستويات العاليه هذه. ليس فقط الديزل دكتور محمد، يعني الان ايضا الكويت تخطط لزياده صادراتها او مبيعاتها من وقود الطائرات الى 5 ملايين طن، إذا القارة الأوروبية تعاني كثيرا في كل المكررات البترولية، وعلى رأسها الآن يأتي وقود الطائرات أيضا بهذه الكميات من دولة واحدة. لا يعني أنا لا أعلم يعني مخططات الكويت صراحة، لا هذا خبر يعني منشور، والكويت دولة قادرة وعندها إمكانيات كبيرة في إنتاج المنتجات النفطية، وهي تصدر المنتجات النفطية يعني. الكويت قادرة بمصافيها بالتأكيد، لكن الأزمة في الجانب الآخر، يعني أن يصل تصل الأزمة إلى هذا العمق، فبالتالي نحن أمام منحى آخر تواجهه أسواق الطاقة الأوروبية. زي ما قلت لك، أنا لما خرج العالم من أزمة الكورونا ارتفع الطلب على المنتجات الوسيطة، المنتجات الوسيطة نحن في سوق النفط نتكلم على الديزل وعلى النفط وعلى وقود الطيران، هذه الثلاث منتجات هي تؤشر لزيادة أو ارتفاع الطلب على النفط. نعم. وفي ارتفاع للطلب على النفط، عودة الطلب على النفط إلى المستويات اللي هي ما قبل كورونا، يعني بدأ تعود إلى مستويات ما قبل كورونا، في المقابل في نقص يعني في نقص في المعروض، وللعلم أن مصافي التكرير في أوروبا كثير منها أغلقت يعني نتيجة القوانين البيئية أو نتيجة ارتفاع الأسعار النفط، فالكثير من المصافي أو نتيجة عدم وجودها أصلا، يعني في بعض الدول لا توجد فيها مصافي نفطية. لكن دكتور محمد، يعني الآن قدرة المصافي في منطقة الشرق الأوسط منطقة الخليج على الوفاء بهذه الالتزامات الجديدة لأسواق أوروبا، إذا كنا نتحدث عن مصافي في منطقة الخليج في ليبيا في الجزائر في غيرها من الدول الغنية بالنفط، كيف يمكن أن تكون لديها القدرة على مضاعفة إنتاجها لتلبية هذه الطلبات المستجدة؟ هو كان في خطة للتوسع في صناعة التكرير في منطقة الخليج العربي،
وأتت يعني الإنتاج دخل للأسواق بعد في النصف الثاني من العقد الماضي وبدأ يرتفع في الأسواق. كان معظم الإنتاج يتوجه إلى الشرق الأقصى لأنه هو يعني المكان اللي كان فيه الأسعار المرتفعة. الآن نتيجة المنافسة في أوروبا يعني مع النفط الروسي فما كانش كان السوق الأوروبي غير جذاب يعني للواردات. الآن تغير الوضع والمنتجات الروسية بدأت تتجه إلى الشرق الأقصى، فكثير من المصافي في المنطقة العربية سيتم إعادة توجيه يعني إعادة توجيه بعض الإنتاج أو المخرجات منها إلى السوق الأوروبية.